بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر، فصل في نصيحة الولاة. وعن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو عثمان: فأنصح للسلطان وأكثر له ما بعده. نعم. وعن القاسم بن محمد: سمعت عمتي عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه. هذا الحديث صحيح، رواه النسائي رضي الله عنه. القاسم ابن محمد يقول: سمعت عمتي عائشة، العمة أخت الأب، والخالة أخت الأم، فلما قال عمتي معناته عائشة، من والدها؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قال سمعت عائشة هو القاسم ابن محمد، كيف تستنبط أن يكون أبوه محمد؟ من هو؟ أبو بكر الصديق، أي القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. القاسم أحد الفقهاء السبعة في المدينة، كانوا سبعة فقهاء مشهورين أخذوا بالعلم والفقه، كانوا أكثر الناس علما بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه محمد دعت عليه عائشة في وقعة الجمل، قالت: من هذا حرقه الله؟ ويعلم أن زوجة النبي الذين مسها كأنه أراد يتلطف بها فمسها فانزعجت، قالت: يا أختاه في الدنيا؟ قالت: في الدنيا. فأحرقه أهل الشام ووالي مصر، أدخلوه في بدر من نحاس، وغفر الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عائشة ما الذي ترويه؟ تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، اسمعوا. قالت: من ولي منكم عملا، إذا قال ولي بمعنى هناك من ولاه، دل على أن في والي أعلى، وهذا وال دونه. الوالي هو حاكم المسلمين، وهو الخليفة أو الوالي أو الأمير المؤمنين، له ولاة يسموهم عمال،
وهم أمراء المناطق ومن كان في خدمة الأمة الدولة هذا الوالي في أمور يسندها إليه كجمع الزكوات والخراج أو تولي القضاء أو يكون رئيس حرب أو ولاية صلاة فتولى فيقول صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا منكم يعني مين يعني من المسلمين الخاطب المؤمنين من ولي منكم عملا عرفنا العمل يعني منصب من المناصب من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره كلمة إن نسي ذكره وصف لهذا الرجل لهذا الوالي قال هذا الوالي إذا أراد الله به خيرا جعل له واحد ناصح وزير ناصح الوزير أي من يستشار فلان وزير فلان أي يستشيره ويطلب منه ويقوم بعمله قال إذا أراد الله من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا الصلاح أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم منفعته وفائدته لهذا الوالي قال إن نسي ذكره لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي ذكره لا تفهم النسيان أنه ما جاء بطعام أهله ولا تنسى ولا تفهم من النسيان أنه أراد أن يخرج فخالف خروجه إلى موقع آخر لا إن نسي أمرا فيه إقامة دين الله أو التقرب إلى الله عز وجل يعني إن نسي شيئا يذكره بالله عز وجل ذكر الله مو ضروري التسبيح سبحان الله والحمد لله أن يقوم بأي عمل يقربه إلى الله عز وجل فقال إن نسي ذكره أي إن نسي أمرا طلب الله منه أداءه ذكره قال الله يقول كذا افعل كذا عرفنا إن نسي ذكره ما هو مصالحه الشخصية أراد أن الأعمال التي وليها إن نسي هذا الوالي لمشاغل أخر الصلاة هناك سجين مظلوم وهناك عائلة تحتاج إلى رعاية قال ذكره إن نسي النسيان غير التناسي والتجاهل التناسي أنه يتعمد النسيان ما يحب يسمع ذكره ولا يرد على خاطره لا هذا إن نسي أي كثرت عليه مشاغل المسلمين فنسي ذاك ويأتي هذا يذكره هذا القرين الصالح الوزير الصالح إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه يعني ذكر تذكر فإن تذكر الخير أعانه أعانه أي ما ثبطه ما حاول أن يثنيه على الرشد ولا حال أن يعيقه على أداء الخير دل على أن خلاف ذلك يا عبد الله وزير سوء يعني مستشار أو أنه نائب له أو أنه يستعين به إذا نسي ما ذكره بل يجعله يتمادى في نسيانه وإذا تذكر أراد أن يعمل صالح أثناه الإثناء تثبيط وفتور الهمة وصرف العزيمة وجعل أمور مخيفات وراءك كذا لا تفعل كذا أي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من تولى عمل من الأعمال دل على أنه لا بد أن يكون رئيسا قال هذا الرئيس إذا أراد الله به خيرا أراد الله به خيرا لا يريد الله خيرا إلا لمن رغب الهدى أما العاصي
بعد أن تبين له الحق ووضح له الطريق فأبى وتمادى تركه الله عز وجل. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا رأيت العاصي يتمادى والفاسق يمضي في أمره والفاجر يزيد في أجوره لا تحسب أن هذا خارج عن إرادة الله وقدرته كما يقول المعتزلة أنه هو الذي يتصرف، ولا تظن أن الله غافل عنه، ولا تظن أن الله عز وجل أضله، لأن كل عمل في الدنيا يعمله المكلف من خير أو شر فالله قضى به وحكم به، لكن لا يحكم بالشر على أحد ولا يقضي على أحد بسوء فعله إلا بعد أن يتقدم له بالبينات ويوضح له السبل، إما أن يسمعها أو يراها أو يتبصرها. لا تظن أحد عمل فسقا وتمادى فتركه الله إلا بعد علم من هذا الجاني أن الحق خلاف ما يقوم به، فإذا علم الله منه الغي والسوء تركه يتمادى في ذاك الفعل، لأجل أن تعلم عدل الله عز وجل في الكون. لا تظن أن هذه الشرور دون علم الله، ولا تظن أن أهلها قاموا رغم إرادة الله، لا، ما يجري في الكون إلا بإذنه وعلمه، إنما هؤلاء عملوا ما عملوا بعد أن أمهلهم الله وبين لهم فأرادوا خلاف ذلك تركهم الله عز وجل. هذا الذي أراد الله به خيرا الذي قام بعمل من الأعمال، علم الله منه الاستقامة وحب الخير فأعانه. لا تظن يا عبد الله أن الله عز وجل إذا اصطفى أحدا من خلقه دون حكمة، لأن هذا عبث، لأن المرء إذا أراد أن يستخدم أمرا يستخدمه لأجل أن يعود إليه بنفع، والعاقل إذا أخذ الحذاء فوضعه في ساعده أو كفه يستهجنه الناس، لأن هذا في غير الوضع الذي وضعه الله. فالحكمة الله تقتضي أنه لا يصطفي ولا يختار إلا من يستحق. والله عز وجل لما قال أم نجعل المتقين كالفجار، أظننتم أن المستقيم حياته ومماته كالفاسق؟ لا يستوون عند الله عز وجل. إذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له وزيرا صالحا، هذا العامل أراد الله به خيرا لعلمه فأعانه فيسر له وزيرا صالحا. لا تفهم أن الله يسر له دون بحث من هذا العامل عن العامل الصالح، ويبحث ويجتهد، يريد رجل يعينه على طاعة الله، فالله عز وجل لا ينسى جهاد هذا. جهاد في ماذا؟ في البحث والتحري، أعينوني يا جماعة المسلمين، أحب أن أضع خادم سكرتير أو واحد موظف، من ترونه من هؤلاء المجموعة التي بينكم تستحق أن يكون في هذا؟ يبحث. فإذا علم الله عز وجل منه وأراد الله به خيرا سهل له الاختيار. هكذا شأن المتقين، أن المرء إذا علم الله منه الإخلاص، إذا أراد تجارة وفقه الله فيما ينتفع، وإذا أراد سفرا يسر له الأسباب، وإذا أراد خطبة أوقعه الله على المرأة الصالحة. دل هذا أن الله عز وجل إذا علم من العبد أنه يريد الخير يسر له السبل. هذا معنى إذا أراد الله به خيرا، ما هو معناه اعتباط، ولا تظن أن هذا انتقاء، لا، هذا يخالف عدل الله وحكمته. الله لا يجعل رسالته ولا يجعل اصطفاءه للمخلوق ولا هدايته لمن لا يستحق هذا.
لو تتبعت كتاب الله عز وجل لعلمت أن الله يضع الخير في من يستحقه. إذا أراد الله بهذا العبد خير يسر له وزيرا صالحا، ثم بين ربنا سبحانه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد باختيار الرجل الصالح. ما الفائدة؟ قال لا، يذكره دائما بالخير ويصرفه عن الشر. هذا مفهومه، ماذا الكلام في منطوق ومفهوم. أقول لك يا عبد الله لا تذهب بابنك يعالج عند الطبيب الفلاني، إنما الطبيب الماهر المخلص فلان. إذا قلت فلان هذا هو الجيد يعني لا تذهب إلى غيره، أرشدك إلى من يستحق، كأنه يقول لا تذهب إلى غيره. فلما قال أعانه الله وزيرا صالحا، مفهومه أن العبد إن لم يستقم لم يرد به الله خيرا فلا يوفق، لا يوفق. إذا أحب أن يختار من يعينه على أموره، ليست أمور الله أموره، لا يوفق على من يعينه. وإذا أراد أمرا فيه مصلحة وفائدة دنيوية لا يوفق. إذا رأيتم بعض الناس أدخل شريكا في تجارته من لا يستحق الشراكة، أو طلب فلانا أن يزوجها ابنته، اجتهد اجتهاد الناس، هو يريد لكن ما يريد رجل صالح، ما يهمه، يهمه يريد رجل تستفيد امرأته بنته منه في الدنيا، واجتهد. هو لو علم أن فلان يتبع الفواحش، أو علم أن فلان يسيء إلى النساء، أو علم أن فلان لا يبيت عند في داره ليلا إلا آخر الليل، ما رغب في تزويجه. وهو يجتهد لأنه ينعم، رأى أن هذه الدنيا معه ينعم، حتى هذه لا يوفق فيها. إذن مفهوم الحديث أن من خرج عن استقامته أراد الله به شرا فلا يوفق لناصح ولا صديق. هذا الحديث جاء لأجل حث الولاة على الاستقامة. لما قال أراد الله به خيرا دل على أن الخير بيد الله، ما يأتي باجتهاد المرء. لا تظن أن فلان لما كسب هذا المال بذكائه وفطنته كما نسمعه في الجرائد وغيرها وكلام الناس، ويقوم يذكر قصة حياته، كنت حطابا كنت حمالا ونجحت من كذا، يعني اسمعوا قصتي خذوها أسوة، يعني اقتدوا بما فعل، أجتهد ما أنام الليل. لا يا عبد الله، هذا المال إما نذير سوء واستدراج، أو أن الله أعطاه هذا المال لعلمه أنه صالح وهذا المال يقتنيه من صلاح. الشاهد أن الكسب والأمور التي يتحصلها المرء مما يفيده في دينه أو دنياه، إنما الله عز وجل هو الواهب، ما يهب أحد، وهو المعطي، لا يعطي أحد إذا منع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قرأت الحديث هذا؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من أراد الله إعطاه ما يستطيع أحد أن يمنعه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. هو الوحده المتصرف، هو الذي يعطي ويمنع. معناه إذا كان هو المتفرد بهذه التصرفات، يا عبد الله لا يتعلق قلبك بمخلوق بل بالله عز وجل، هو بيده الأمور. وإلا هؤلاء الذين يتسولون، والذين يتملقون الأكابر، والذين يتظاهرون بأمر لأجل شيء من حطام الدنيا، هم مغفلون، والله غفلة عنده. لو علم أن الله هو الواهب، اللهم لا معطي لما منعت.
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد معناه إيه؟ الجد معناها الحظ والنصير والقوة، تشمل معاني الجد، أي صاحب القوة والمنع والمال والحظ، لا يستطيع أن يمنع ما ينفع منك، أصلا ينفعك ما ينفع منك، هذا الفعل ما يتعدى بمنك، لكن عدي بمن لأجل أنه تضمن معنى فعلا آخر، لا ينفع لا يمنع. صاحب الحظ والنصيب والقوة ما يمنع شيئا أراد الله إيجاده، ولا يستطيع إيجاد شيء أراد الله منعه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نرجع للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من وال عمل منكم عملا إذا أراد الله به خيرا يسر له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. عرفنا خلاف ذلك، هذا الحديث جاء في الوالي وعلق هذا النجاح بأن الله أراد به خيرا، وعلمنا أن الله لا يعطي الخير ولا يريده لعبد إلا لمستحق لتلك الإعانة، ما يعطيها كل أحد، دل على أن الإرادة سبقها استقامة العبد، وأن العبد إذا استقام حصل له ذلك، وأن هذا الذي حصل إنما هو من فضل الله وإرادته ومنحه الخير. أي أيها العامل، إن قمت بعمل استعن بالله بعد الاستقامة، فإن الله يسددك ويوفق لك من ينصحك ويرشدك، وإلا تخلى الله عنه وتركه. لما علمنا أن الله عز وجل إذا أراد الله بعبده خيراً أن الخير والاستقامة سبقت إرادة الله، إيش معنى سبقت إرادة الله؟ لا تفهم منها لأن الله عز وجل هو الأول وهو الآخر، أنت الأول ليس قبلك شيء، ما هو في الوجود والحصول والكينونة، فإن الله سابق خلقه هو الأول، وليس لأوليته حد وزمن، هذا لا يختص بالوجود، بل أنه يشمل أول في الإرادات والأفعال والمشيئات. يشاء المرء أن يقوم فيذهب إلى الحمام، قبل مشيئتك الله عز وجل شاء ذاك منه، أراد المملوء أن يرفع ويحرك أصبعه، قبل تحريك هذا الأصبع الله أراد ذلك منك فكنت. فإذا قلنا سبق بمعنى أنه كانت منه فعل بعد إرادة الله الأولى، ثم يريد الله به آخرا أن يهب له وزيرا صالحا، إذا كانت الإرادة كان سبقها عمل صالح، دل على أن هذا العمل الصالح لا يختص به الولاة، لأن المرء في الغالب أكثر أموره يحتاج إلى استشارة، فإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لأن يستشير ذوي اللب أي العقل والفهم، ما هو عقول المكاسب وعقول التجارات، لا عقول المنافع والتي تقرب إلى الله وتبعدك عن الحرام. التجارة فيها حلال وحرام، وفيها عقود وأقوال صالحة وغير صالحة، الناس يدخلون فيها ولا يعلمون ما ينفع ما يضر، ولذا أي عقد رأى فيه كسب دخله ولا يسأل حتى يتورط ويقول هي الأسهم محرمة ولا حلال، بعد أن خسر فيها الخسارة البليغة، ومع ذلك يقول النشاط في هذا الملعب حلال أو حرام،
بعد أن وجد صدًّا وذمًّا وأذًا، بعد ما يحصل منه هذا، بعد ما يقال له حجك يا عبد الله لم يتم عليك كذا وكذا وكذا، فيسأل كنت غافل لا أدري لا أعلم، ويأتي بهذه المعاذير لأجل أن ينفي عنه نتائج ذلك. لما قال الله سبحانه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالي إذا أراد الولاية وعلم الله منه خيرا سهل له ذلك، كذلك أنت يا عبد الله ولو لم تكن والي. كيف عرفنا؟ إذا أراد معترض قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ما من والي، فكيف تعم هذا الحكم لسائر المسلمين من غير الولاة؟ عرفتم السؤال؟ عرفتم السؤال جيد؟ نقول الحكم يعم باللفظ تارة وبالمعنى تارة، فإذا جيء إلى الحاكم قال هذا سارق وثبت بالشهود وتمت شرائط السرقة، أخذها من حرز يعني من مكان الأصل فيه أن يوضع ذاك المال، ما وضع الذهب والفضة في خن الدجاج ولا في إسطبل الحيوان، وضعها في مكان حديد في رف بعيد، فسرق من ذلك المكان مع اشتمال الشروط أنها نصاب، تمت شروط القطع فقطع، فقال صلى الله عليه وسلم اقطعوا هذا يد السارق. فإذا جاء معترض قال كيف علمت أن هذا الحكم يعم، لما لا يختص بفلان؟ يقال لا، هناك في عموم علة، هو أن حكمه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه سرق، ودل على أن كل من وجدت فيه هذه العلة يجري عليه هذا الحكم. عرفنا هذا التنظير وهذا التمثيل؟ اسمعوا هذا الحديث، إذا أراد الله بعبده خيراً أي علم منه الاستقامة وعلم منه حب الخير والتقرب إلى الله عز وجل هيأ له وزيراً صالحاً، فلما كانت تهيئة للوزير والناصح والمرشد لهذا الشخص لأجل استقامته دل على أن الاستقامة ما تختص بالولاة، بل كل من عمل صالحا. عرفت هذا التعميم وضبطت هذا المعنى؟ هذا أصل منطوق ألفاظ الحديث. فيه فائدة ثانية، كل أحد يعجز أن يقوم بشؤونه وأموره وحده، ما يستطيع، لا، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، والله عز وجل جعل الألفة والجماعة، ما يستطيع أحد أن يعيش بمفرده. الجماعة والاختلاط يقتضي منك أن هناك أمور تلزمك المشاركة والمعاونة، لأن هناك لباس، واللباس هناك من يصنعه ومن يبيعه ومن يستورده، ولا بد من الاختلاط. هذا مثال من الأمثلة. فإذا كان كذلك دل على أن كل أحد يحتاج إلى مشورة ومن ينصحه، ومن استبد برأيه فهو مغبون يا عبد الله. إيش معنى مغبون؟ يعني أن هناك من يغبنه، يذهب وهو خسران غير رابح. فلما كان الأمر ذلك دل على أن الحديث عام بعموم العلة فيه بعموم المعنى. عرفنا هذا؟ فلما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم فيا عبد الله إن أردت أن تستشير وأن تطلب النصح وأن تسترشد أي التجارات أفضل،
وأي الأسر أحسن وأولى بالمصاهرة، وأي الطرق آمن لأجل أن أقوم بزيارة أو بجهاد أو عمرة أو حج. تسأل ذا نصح وخبرة ومعرفة مع إيمان بالله عز وجل، فلما علم الله منك الاستقامة هيأ لك من يرشدك إلى الطريق الصحيح. وإلا الإنسان يتخذ واحد فاسق واحد فاجر يرى منه الإخلاص في أول الأمر، الإخلاص يعني أنه يصدق معه في الدنيا. قد يصدق الرجل مع الرجل في دنياه، لكن لا إن لم تكن لله اعلم أن وراء ذلك مصلحة تقتضي منه في أول الأمر أن يجري على ظاهر الأمر، لا خيانة ولا غدر ولا يحاول أن يهرب منا أو منا. فإذا استقر وتمكن مازال ماله ليس فيه مصلحة، قد يصادقه لجماله يرى فيه شهوة، أو يصادقه لأنه مال كثير فيه غفلة، أو يرى كذا ويخلص معه في الأولى. فإذا وجد منه غفلة عن دنياه ورأى أن جماله أو جمال من يطلبه منه ذهب تزوج أو انصرف، سقط ذاك الحب وذهب ذاك الإخلاص، لأنه اختار على غير بناء صحيح. لا تسترشد يا عبد الله من لا يعرف الله عز وجل وجلاله، ولا يكن صاحبك من يخون الله ورسوله، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال لا تصاحب، المصاحبة المخاللة، صداقة تدعوه إلى البيت، أمورك تنيمها عليه تطلب منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا، اصحب المؤمن، ما قال المسلم، لأن المسلم الذي يأتي بظواهر الشرع، أما خلاف ذلك إذا اختلى أو لم يجد رقيب ما قام بالأمر. فقال: لا تصاحب، أي لا تخالل. هو معناه يا عبد الله لا تشارك أو لا تبيع أو تشتري، لا، افعل هذا، افعل هذا مع الفاجر مع الفاسق مع اليهودي والنصراني تتعاقد. وإن كان الأفضل في حقك يا عبد الله إن اشتريت أو بعت أو عقدت أن تعقد مع مؤمن، عشان الكسب يذهب إلى من يستعين به على طاعة الله، أما البيع والشراء ما ذكر الله، ما نهى الله عن ذلك. لكن المصاحبة يا عبد الله، تعلم سر ذلك لما قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا تصاحب الفساق والفجرة. أتظن أنه صلى الله عليه وسلم يمنعك من مخاللة ومصاحبة هذا النوع من الناس تضييقا عليك؟ لا والله، الرسول أرفق الناس بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يشق عليه ما عنتم، أي أمر فيه مشق عليكم يشق عليه صلى الله عليه وسلم. فلما نهاك عن ذلك لمصلحة، لأن هذا لو صاحبته أضرك وآذاك. وأكثر ما ترون من النكبات بين من يتظاهرون بالصداقة، ولو علمت ما في المحاكم أكثر ما يجرهم هؤلاء بين الأصدقاء. إذا كان الولد يجري وراء أخيه في القتل والنهب، فما بالك أن يفعلها بآخر أجنبي. فلما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ترى حذرك، لا تفعل مع صحبة مع غير المؤمن. البشاشة والنفقة والعطاء والتقرب والدعوة إليهم، هذا لكل المسلمين، ما يختص أحد بدون أحد، لكن تستضيفه وتنيم أمورك عليه وتسترشده، لا يا عبد الله لا أكون إلا مؤمن.
ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي كنت تقيا، إذا كنت تقيا كنت أعبد الله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. خمس كلمات، من يأخذ عني خمس كلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. قال: اتق الله تكن أعبد الناس. هذا الشاهد، اتق الله تكن. إيش معنى اتق الله؟ يعني كف عن محارمه، عن محارم الله، ما حرمه الله وما كرهه اجتنبها، واعمل بطاعة الله تكن أقرب الناس إليه. فلما قال صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا النوع من الناس هم أقرب فائدة ونفع إليك، لا يحصل منهم شرر إلا أحدهما اختل بأمر الله عز وجل وإرشاده. ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني ما تصدق على الفاسق. لا، ليس هذا معناه يا عبد الله، ترى افهم جيد، لأن هذا الحديث يفهمه كثير على خطأ. الصواب: لا يأكل طعامك، أي أكل مصاحبة وضيافة، ما هو صدقة وهبة. تصدق على اليهودي وعلى المسكين الفاسق وعلى الجار الذي غير كذا صدقة. الله عز وجل يقول في ثنائه على المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه. ما يقدم الطعام البائت العفن اللي عافته نفسه، ما حبه لا قضى. مسكينا ويتيما وأسيرا، ثلاثة أنواع. الأسير ما في أسرى إلا وهو كافر، ما يكون الأسير مؤمن، هذا في أول الأمر. ما كان في سجن أيام الرسول ولا أبي بكر، ما كان في سجون. لما قال يطعمون الطعام دل على أن إطعامك للكافر يعني. إذن ما معنى، فهمت معنى ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ ما تجعل وليمة وتدعو إليها الأشرار، لا يا عبد الله. لما قال لا تصاحب إلا مؤمنا، فهمنا منه أن صحبة غير المؤمنين تؤثر. هذا يعلمها علماء الاجتماع وغيرهم ممن عرف المعاشرة، والعرب بفطرتها تدرك ذلك، لأن صحبة الأشرار تؤثر في نفس المصاحبين. حتى الحيوانات فمن عاشرها طويلا لا بد أن تؤثر على طباعه. اللي يجلس مع مغني تراه يحب الغناء، واللي يجلس مع فاسق بأحد أنواع الفسق إلا وتعرف أن جليسه يحب ذاك النوع من الصاحب الذي يجلس معه، لأنه لا بد الطبع أن يسرق طباع من يجلسه. اللي يجلس مع القرود ويروضهم يكون معهم تجد عنده الحيلة والخداع والمكر، واللي يجلس مع الإبل يرعاها تجد فيه الحقد والغل والغلظة، وهكذا. إذا كان هذا مع الحيوان فمن باب أولى مع الناس. فلما قال لا تصاحب إلا مؤمن، لأن صحبة غير المؤمن يؤثر على طباعك يا عبد الله. وليس هناك أبلغ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق حديث ما جاء عن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إنما هو وحي يوحى. دل على أن الصاحب، ولذا القضاة في أول الزمان إذا أتاهم الشاهد وعجزوا أن يعرفوا هل هو مستقيم، لأن لابد أن يكون عدل، لا يقبل شاهد إلا إذا كان عدل، لا يقبل شاهد الفسق ولا الخارج عن المروءة
ولا ذو شبهة ودخل. إذا عجزوا عن معرفة هذا الرجل تعرف كيف يحاول، لأنه لا بد من إقامة الحق، والحق لا بد من شهود، وليس شاهد وليس هناك شهود إلا هذين أو أحدهما، والواحد منهم إذا كان مستقيم والثاني مجهول ما تمت الشهادة. فكيف؟ وسألوا الناس كلهم يقول لا نعرف، ما نعرفه، ما خالطنا، ما أدركنا، ما فيسألون عن جليسه. فإذا رأوه يخالط هذا النوع من الناس علموا أنه متهم مظنون في عدالته ما يقبلونه. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. دين يعني عادة، لأن الدين كما يطلق على يوم الجزاء وما يطلق على جملة الشرع يطلق على العادة. دين فلان كذا يعني عادته وخلقه. قال المرء على، إذا أردت أن تعرف من هو انظر جليسه فتعرف أنه من هو. فإذا رأيت الرجل لا يحب إلا أصحاب الغليم الغيبة والنميمة وكلام الناس فاعلم أن فيه هذا الطباع. وقس على ذلك أمور ما حرمها الله وأحبها. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.